السلام عليكم ورحمة الله، معكم مستر محمد. الفيديو بتاع النهاردة فيديو مش تعليمي طبعا، هو فيديو إخباري، وزي ما عودتكم كل ما بعرف حاجة جديدة بحاول أنبه لكم عشان الناس تبقى على دراية باللي بيحصل حواليه. إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتعرف على المصفوفات المدرسية الجديدة 2020-2021، طبعا ده من خلال مستندات سيادة الوزير طارق شوقي اعتمدها، وان شاء الله هسيب لكم المستندات ديت في رابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. برضه هنعرف مع بعض ان شاء الله مين هم الناس او الطلاب او الطالبات اللي هتبقى معفيه من المصروفات، وبرضه في اضافه الكترونيه جديده حطها سياده الوزير عشان ازاي نستعلم على او عن المصروفات الدراسيه لكل المدارس الخاصه او الحكوميه او التجريبيه. طبعا في اكيد هتلاقي في بعض المدارس لسه ما نزلتش، ولكن في مدارس بتبقى منزله عشان لو حد فتح ولا حاجه وما لقاش المدارس بتاعته نزلت الكلام ده. فيلا بينا كده مع بعض نشوف ايه هي القرارات والمصروفات والقيمه اللي هيدفعها الطلاب في السنه الجميله الجديده السنه دي. يلا بينا مع بعض كده ونشوف اول خبر عندنا. بيقول لك اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل أو تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020-2021. نص القرار عليه بقى تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي. هنشوف كده مع بعض والناس طبعا ما تتفاجئش بالأرقام اللي هيدفعوها، لأن أنا عن نفسي اصطدمت. أول حاجة مرحلة رياض الأطفال حتى تالتة ابتدائي 300 جنيه، من سنة رابعة ابتدائي لغاية تالتة إعدادي 200 جنيه، من أولى ثانوي لتالتة ثانوي 500 جنيه، زائد صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواع وأنظمته 200 جنيه. وطبعا بناء على القرار أو الكلام ده بناء على القرار الوزاري اللي سيادة الوزير صرح بيه أو مضى عليه، وأنا سايب لكم طبعا الرابط بتاعه أسفل الفيديو اللي عايز يخش يشوف المنشور ويقراه بنفسه يعني. تاني حاجة بقول لك كشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التي تم إعفائها من المصاريف. مين هم بقى؟ أبناء شهداء ثورة 25 يناير، الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن، الطلاب يتم الأب، وأبناء المرأة المعيلة، ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، ابناء مصابي الثوره، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رماده بالبحر الاحمر ومدارس شمال سيناء، طلاب مدارس التربيه الخاصه ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي، والطلبه المتحررين من الاميه الملتحقين بالمدارس. دولت الناس اللي هيتعفوا او الولاد اللي هيتعفوا من المصروفات 2020-21. برضه بيقول لك أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دليل للمدارس المصرية لمعرفة تفاصيل تتعلق بنوعيتها والمصاريف الدراسية. وده زي ما انتم شايفين كده تحت اهوت قدامكم الرابط ده اللي بنخش عليه وبنعرف منه المصروفات المدرسية. ولكن أنا جيت أخش عليه لقيت فيه ايرور أو حاجة زي كده. طبعا ده شيء طبيعي اللي ممكن يكون فيه ضغط على السيرفر أو الناس بتخش كتير، بس أنا برضه هنخش معاكم وأوريكم إزاي ان احنا بنخش حتى لو انا ما عرفتش اكتب واخش على الرابط اللي قدامي ده. حيث حددت الوزاره عدد او عده نوعيات من المدارس، المدارس الخاصه والتربيه الرياضيه والعسكريه، الحكوميه، التجريبيه، التربيه الخاصه، مؤكده انه يمكن لولي الامر الاستعلام عن المدارس ومصروفاتها بالدخول على موقع الوزاره. وطبعا زي ما بقول لك كده يمكن الاستعلام عن المدرسه ومعرفه تفاصيل المصروفات بتاعتها من خلال الدخول على الرابط التالي. طبعا هيطلع لك المنظر ده كده زي ما انتم شايفين، جميع الانواع المدارس قدامك اهيت، وده الموقع بتاع اداره او الاداره العامه للمعلومات والحاسب الالي دليل المدارس المصريه. واحنا هنشوف مع بعض دلوقتي
مثال برضو كانت الوزارة طبعا حددت 17 أكتوبر 2020، وتستمر طبعا الدراسة حتى 24 يونيو 2021. مدة الدراسة شباب الفعلية 33 أسبوع. تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 6 فبراير، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 15 يوم. وطبعا الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 هيبدأ برضو زي ما احنا قلنا 17 أكتوبر، وهيستمر حتى 5 فبراير. هو عايد الكلام تاني، مدة الدراسة الفعلية 93 يوم، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021، وهيستمر حتى 17 يونيو، وبعد طبعا ما الناس كلها تخلص الامتحانات. مدة الدراسة الفعلية 96 يوم، والامتحانات بتاعة الفصل الدراسي الأول هتبقى يوم 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو، في طبعا آخرنا 17 يونيو عشان الشهادة بتاعة الثانوية العامة. على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو، اللي هي هتخلص المفروض بقى ديت اللي هي يعتبر الثانوية هتخلص بعد 17 يونيو، ده اللي هو بتاع سنة أولى وتانية والحاجات العادية بتاعتنا اللي هي المراحل الانتقالية. لكن الثانوية العامة تبدأ من يوم 19 يونيو، وتاخد لها أقل حاجة بتاع حوالي شهر زي ما احنا متعودين يعني. هي طبعا اتأخرت السنة اللي فاتت عشان الفيروس بتاع كورونا. طبعا هنروح مع بعض كده هنشوف ازاي لو انا هخش على الرابط، وازاي مثلا هستعلم على المصروفات بتاعت المدارس، وزي ما قلت مش كل مدارس هتلاقي فيها الكلام ده. لو احنا رحنا كده مع بعض ودخلنا على جوجل عادي خالص واكتب دليل المدارس المصرية، هيطلع لي نفس المنظر زي ما انت شايف قدامك كده، هتك عليها هيطلع لي نفس الشكل اللي انا مديه لك. ولو خدنا مثلا على سبيل المثال مدارس خاصه، لان المدارس الخاصه اكثريتها هي اللي تلاقي لحد ما المصروفات بتاعتها بيبقوا مجهزينها. لو دخلنا كده هيخش لك اهوت زي ما انت شايف. طبعا بيقول هنا اول حاجه اختر المحافظه، هناخد اي محافظه وليكن مثلا المنوفيه، وطبعا بختار المرحله بتاعتي وليكن هنقول مثلا اعدادي، وهنا بختار واحدة من الاثنين اللي قدامي دولت، اختار ايه الإدارة التعليمية لو أنا خدت إدارة منوف. وبعدين هحدد المدرسة، الكل طبعا بناخد تبعية التعليم يا إما خاص عربي يا إما خاص لغات. لو خدنا مثلا خاص عربي وقلنا بحث، هيديني المدارس اللي موجودة في محافظة المنوفية بالمنظر اللي قدامك ده. لو أنا جيت على طبعا على أي مدرسة من المدارس الموجودة قدامي ديت وحبيت أقول له عرض، هيديني اسم المدرسة ونوحة مشتركة أو لأ، المحافظة بتاعتها، الرقم التعريفي، الرقم المسلسل، عرض وسائل الاتصال يعني زي نتصل بالمدرسة لو فيها رقم تليفون. ومديك هنا طبعا زي ما انت شايف المصروفات قدامك اهيت 6800 وشوية سنة أولى، 6800 برضه نفس كلهم نفس الكلام، والمصروفات بتاعت الأنشطة. فهنا طبعا هو مديك كل البيانات عن المدرسة والمصروفات بتاعتها. يا رب طبعا ما اكونش ازعجتكم بالاخبار الجميله ديت، بس طبعا مش انا اللي عامل الاخبار ديت ولا انا اللي قايل الارقام اللي نزلت بتاعت المصروفات. طبعا ديت كلها حاجات بتيجي من سياده الوزير، وزير التربيه والتعليم. طبعا اتمنى يكون المحتوى عجبكم، ولو قابلني اي حاجه برضو مختصه بالتعليم او بالدراسه او بمواعيد دراسه تانيه او ايه اللي هيحصل في المدارس، ان شاء الله برضه هعمل لكم بيها فيديو في وسط الفيديوهات التعليميه بتاعتنا. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، وما ننساش لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.